هنتكلم النهارده عن معلومه غريبه جدا وهي الرقم 7. اليهود بيقدسوا اليوم السابع من الاسبوع اللي هو يوم السبت، وده بيبقى بالنسبه لهم هو يوم الراحه. والسنه 7 بيسموها سنه السبت، وبرده 7 في 7 في السنه 49 بيسموها سنه العيد. ايه بقى موضوع الرقم 7 عندهم؟ طب عزيزي المشاهد، تعال نشوف في التوراه ان الله خلق العالم في 6 ايام ثم استراح في السابع. برده الموضوع غريب، انا لحد دلوقتي مش فاهم ايه حكايه الرقم 7. في الانجيل بيقول لينا يوحنا في سفر الرؤيا ان الله يقوم القيامة يفتح كتاب الاقدار ويفض الاختام السبعة فينفخ 7 من الملائكة في 7 ابواق وتحدث 7 كوارث تنتهي بها الدنيا. حد بقى يا جماعة فاهم الرقم 7 هنا يبقى ايه؟ برضو انا لسه مش فاهم. طب تعالوا نشوف القرآن. بيحدثنا القرآن عن 7 سماوات و7 ابواب للجحيم و7 ليالي عجاف مرت بهم مصر ايام نبوءة يوسف و7 ليالي اتسخرت فيها الرياح المهلكة على قوم عاد و70 رجل جمعهم موسى لميقاته مع الله وسلسلة في جهنم طولها 70 ذراع ويقول للنبي الكريم ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم ويقول إن الله خلق العالم في 6 أيام ثم استوى على العرش في اليوم 7. السؤال بقى هنا، حد فاهم حاجة؟ إيه موضوع الرقم 7؟ طيب تعالوا نحط الكتب المقدسة على جنب ونروح بقى للعلم، هنلاقي الأعجب من كده. عزيزي المشاهد تعال نتصدم مع بعض. النور، أيوة النور اللي انتوا شايفينه بيتألف من 7 ألوان وهي ألوان الطيف من الأحمر للبنفسجي، وبيجي بعد كده 7 ألوان غير منظورة من تحت الأحمر لفوق البنفسجي، وبتفضل بنفس الطريقة متتاليات سباعية. ايه بقى الموضوع الغريب ده؟ طيب تعالوا نكمل بقية الصدمة مع بعض. الموسيقى بيتألف السلم بتاعها من 7 نغمات سو لا سي دو ري مي فا، وبعد كده بتيجي النغمة التامنة بتكون جواب للأولى وبترجع تاني فيطلع السلم الموسيقي ل7 نغمات تانيين وهكذا. سبعات سبعات سبعات، كل ده لسه ما اتصدمتش في الرقم 7؟ طيب تعالوا حبة علمي بقى. ذرة الهيدروجين اللي جوه قلب الشمس بينط الإلكترون بره الذرة في 7 نطات عشان يكون 7 مدارات تقابل 7 مستويات للطاقة، في كل مستوى بيطلع حزمة من الطاقة دي وهي طيف من أطياف الضوء 7. أحيه، ما أنا مش هتجنن لوحدي، تعالوا نشوف الجنين في بطن أمه ما بيكتملش النمو بتاعه إلا في الشهر 7، وإذا اتولد قبل كده ما بيعيش وبيموت. طيب في حاجة إحنا تورثناها وما نعرفش برضو معناها إيه، إن إحنا بنحتفل بسبوع المولود، يعني لما بيمر عليه 7 أيام، دي معناها إيه؟ الله أعلم. ومن ضمن الحاجات برضو إن إحنا قسمنا الأيام بتاعتنا ل7، ودي حاجة موجودة عند الأمم كلها، هي الحاجة الوحيدة اللي متفقين عليها، إن الأيام متقسمة ل7. تعالوا طب كده نفكر بالراحة. رقم 7 رقم فريد جدا، ما بيقبلش القسمة وملوش جذر تربيعي وما بيقبلش التحليل الحسابي. الرقم 7 ده هو لوحده وحدة حسابية. طيب تعالوا نكمل بقية الصدمة. رقم 7 بيستعملوه في كل الطلاسم بتاعت السحر والأحجبة والتمائم وفي التسابيح وفي قراية الأوراد. الموضوع برضو لسه غريب جدا، أنا مش لاقيله أي تفسير. طب تعالوا نفكر برضو تاني. الإنسان عنده 7 حواس، السمع والبصر والشم واللمس والتذوق وإدراك الزمن وإدراك الوضع في المكان. طب تعالوا نجيب حبة أحياء بقى كده ونشوف. فقرات الرقبة 7، وموجودة برضو كده عند القنفذ وعند الزرافة وبرضو عند الإنسان والحوت والخفاش، بالرغم من تفاوت طول الرقبة بين أقصى طول اللي هو الزرافة وأدنى طول اللي هو القنفذ. تفتكروا يا جماعة كل دي مجرد صدف؟ طيب ولو في صدفة واحدة فازاي كل دي تبقى مصادفات على نفس الرقم ده؟ احنا ما نعرفش أي تحليل أكتر من كده، بس الحاجة الوحيدة اللي نعرفها إن احنا نعترف إن الرقم ده ليه دلالة، وإن الرقم مهم وجوهري في بناء هيكل الكون وتكوين الإنسان، وإن هو لغز بيخليك تفكر وتتأمل. طبعا يا جماعة اللي عنده أي فكرة أو شرح أو تفسير للكلام ده أتمنى إن هو يقوله لي. على فكرة مصدر من كتاب الشيطان يحكم للدكتور مصطفى محمود رحمه الله. عزيزي المشاهد لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وسبسكرايب وشير، وشكرا بجد ليك.